أكثر من 4 أعوام مرت على انطلاق الثورة السورية دون أن تهدأ وتيرة العمليات العسكرية للنظام ضد أبناء الشعب السوري. آخر التطورات الميدانية كانت إلقاء مروحيات الأسد براميل متفجرة على دوار المحراب وكراج الانطلاق بالقرب من المنطقة الصناعية بمدينة إدلب، تحتوي على غاز الكلور السام سقط على إثرها عدد من الضحايا. كما قصفت قوات النظام قرية مشمشان بريف جسر الشغور بالمدفعية حسب ما أفادت الهيئة العامة للثورة السورية. ريف العاصمة لم يكن أفضل حالا، حيث واصلت طائرات الأسد الحربية استهداف بلدة زبدين. كما قصفت قوات النظام بالمدفعية والرشاشات الثقيلة مزارع بلدة الدير خبية. الساعات الأخيرة لم تخلو من الاشتباكات بين الثوار وقوات النظام، اندلع أعنفها في محيط بلدة الفقيع بريف درعا وعلى جبهة نحلايا ومعترم غرب أريحة بإدلب، كما اندلعت اشتباكات أخرى مع قوات النظام في حي الصناعية بدير الزغر. من ناحية أخرى، تمكن الثوار من تنفيذ عدة عمليات عسكرية كان أبرزها تدمير دبابة لقوات النظام بصاروخ على طريق المصطومة بريف إدلب. كما أكدت الهيئة العامة للثورة السورية مقتل عدد من عناصر قوات الأسد في كمين نفذه الثوار على عدة محاور من جبهة حيي التضامن والقابون بدمشق.